تجول ليلة أمس فريق من التلفزيون الوطني في مختلف الحارات التي تحتفل بعيد رأس السنة، وذلك لمعرفة الأجواء العامة المصاحبة لاحتفالات الأعياد. ياسر محمد أحمد والمزيد من التفاصيل. العاصمة أنجمينا في أعلى مستوياتها تجهزت استعدادها للاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث زينت الشوارع الرئيسية وبعض نقاط الدوران ونقاط الالتقاء بالأنوار والزينة المضيئة. انطلاقا من ساحة الأمة لم يبدو الاحتفال كالعام الماضي نظرا للضباب المسحوب بالأتربة والغبار، كل ذلك لم يمنع المواطنين من الخروج والتجمع في ساحة الأمة، وبعض المواطنين يلتقطون الصور التذكارية وآخرون جالسون في المقاهي والمطاعم. كما اجتمع عدد كبير من جيل لامي فورتين بوزارة الشؤون الخارجية للاحتفال برأس السنة، وبعد ذلك اتجهنا إلى شارع سيماك مرورا بنقطة دوران إيجل، ولاحظنا انتشارا واسعا لرجال الأمن والدفاع وعدد كبير من رجال الصليب الأحمر الذين كانوا على أحبة الاستعداد لتقديم الإسعافات لحالات الطوارئ. لكن الأمر الذي زاد ذلك اهتماما هو تواجد وزير الأمن العام وإدارة الأراضي والحكم المحلي عبد الكريم أحمداي بخيت إلى جانب معاونيه، حيث أكد الوزير أن أمن وسلامة المواطن هو أولى الاهتمامات وأن السلطات الأمنية والإدارية يسحرون على تحقيق ذلك. وفي الكنائس لم يكن الأمر أقل شأنا من الأماكن الأخرى. وفي حي مرسال وكبلاي نتج عن الاحتفالات طابع الرقص والغناء والهتافات في الشوارع والملاهي الليلية. وخلال تجولنا سجلنا الوقوف على حادثين للمرور، هذا وقد تبين الأول في ساحة الأمة والثاني بأحد الشوارع بمرسال، لكنهما كانا بسيطين ولم يصفر عن وقوع ضحايا. وبشكل عام فإن احتفالات رأس السنة لهذا العام الكل بما لديهم فرحون. أما الزميل الحسين النور تجول صباح اليوم في شوارع العاصمة نجمينا لا سيما المحتفلة بعيد رأس السنة، ورصد التقرير التالي. في الساعات الأولى من فجر العام الميلادي الجديد عام 2018 بدأها المواطنون بمعايشة هذه الأجواء في منازلهم كعطلة رسمية يتعملون من خلالها إطلالة جديدة في حياتهم العملية. وكالمعتاد في مثل هذه المناسبات يترقب أن كسب كل المواطنين الكلمة التي يلقيها رئيس الجمهورية بهذه المناسبة. وبعد استماعهم للرسالة التي وجهها للشعب التشادي رأس الدولة، أكد بعض المواطنين أن هذه الرسالة هي السبيل الوحيد للأخذ بتشاد نحو مستقبل مشرق. مجال الزراعة ومجال الثروة الحيوانية هذا هو الاهتمام الأكبر. نحن في تشاد نمتلك ثروة حيوانية، رأس كبير من الثروة الحيوانية، ونمتلك أراضي واسعة بالنسبة للزراعة، فلا بد للشعب أن يقوم بجانب السيد الرئيس للتنمية في جميع الأراضي التشادية. وأتمنى من جميع الكوادر السياسيين أن يحسوا الشعب التشادي على هذا المجال بخصوص تنمية البلد. كما أكد البعض بأن السنة الميلادية الجديدة أتت بكل ما تحمله، متمنين أن تكون سنة سعيدة في كافة الأراضي الوطنية وأن تكلل بالنجاحات لكل التشاديين. كما عبر عدد من المواطنين عن آرائهم وأمنياتهم لتشاد. وطن التشادي الحمد لله عمل جديد، أنا تمنيت في بلدي خير، يعني الله يجيب لنا عافية وكل أي تشادي يعني يدينا السلامة ولا الله يفتح علينا جميع. وانت مثلا شويه يعني في المجال الاقتصادي الدوله تدعو الى الاهتمام بالمجال الزراعي والثروه الحيوانيه، لكن هذا يتضمن عده محاور. من المفترض الدوله ان تدعم الشباب في هذا المجال لانهم الركيزه الاساسيه للدوله. سنه جديده لكل التشاديات والتشاديات كلها، لأي جادين كله كان يقولون يتمنوا الله يدينا عافية وسلامة وماشي يا أخي. وكما تعلمون بأن الدولة قد مرت بأزمات اقتصادية وأزمات مالية في العام 2017، إلا أن هناك عدة جلسات عقدت في باريس وفي الإمارات وحتى في تشاد،
نأمل بأن هذه الاجتماعات تثمر وأن يتغير العام 2018 من المهم أو من الأدنى إلى الأفضل، ونتمنى بكون العام الجاي إن شاء الله يكون عام مليء بالأفراح، مليء بالسعادة، مليء بالاستثمار والحيوية والاندماج الحيوي والسياسي. 18 ده عيد سعيد لكل التشادين، ندوروها هذا يكون سنة عافية والسلام، بلد واس بلا مشاكل، ومن أزمة مالية ده كلها اللي نجينا منها، وتدنا الصعب ده كلها اللي يفرق علينا. ونتمنى من كل التشادين اللي نعيش بعافية والسلام. العام الماضي كان عام صعب جدا للدولة، ونتمنى هذا العام يكون عام فرج وإخلاص للدولة بجانب، ولا بد للدولة أن تأتي بشركات. والله أتمنى، الأمنية الوحيدة نريد أن نخرج من مأزق سيس مزير الأزمة الاقتصادية، دي أمنيتي الوحيدة للدولة، ونتمنى عام مباشر بكثير من الإطلاعات. الكل احتفل بطريقته الخاصة، إلى أن جمعية أصدقاء لامي فورتين وكالعادة تحتفل بأمسية ثقافية بمناسبة العام الميلادي 2018. آدم محمد شرف الدين هو الآخر حضر المناسبة وأعد التقرير التالي. جمعية أصدقاء لامي فورتين إحدى الجمعيات المدنية التي تقوم بتوعية ونشر الثقافة الوطنية وترسيخ التراث التشادي القديم للأجيال اللاحقة والدعوة إلى العناية بها والمحافظة عليها. وعليه فقد أحيت جمعية أصدقاء لامي فورتين أمسية ثقافية، وذلك بمناسبة إلال العام الميلادي الجديد 2018، حيث أن الأمسية تخللتها أغاني متنوعة التي تعود للحاضرين إلى ذكريات السنين الماضية. وأن الجمعية اعتادت كل عام إحياء هذه الأمسية، وذلك لإشعار وإلمام الشباب والجيل القادم لمعرفة ماضيه من التراث الثقافي والعادات والتقاليد. هذا فإن إحياء مثل هذه الأمسيات الثقافية التي دعمت بتنظيمها أصدقاء جمعية لامي فورتين بحذف معايشة الماضي وتفحيم الجيل الحاضر لإرثهم الثقافي والسعي إلى التعايش السلمي وكسر الحواجز الاجتماعية. أكد وزير الأمن العام إدارة الأراضي والحكم المحلي عبد الكريم أحمد أي بخيت بأن الأمور مرت بسلام، وهذا جاء نتيجة للدور الذي لعبته قوات الدفاع والأمن. كل مسائلنا العامة تم فوقها، عشان شنو؟ عشان نجيب عافية للشعب التشادي والأخص للشعب هنا عندنا. 2031 في نهاية السنة الناس بفرحوا. الناس الشباب والناس في الأسرة ممكن يلموا يفرحوا ويحنوا بعدين للسنة الجديدة البجي. الشعب يؤيد فرح بالسرور، ما نحن أي حادث الله ما يجيبه. دور الشعب يودوا هذا الليلة ليلة سعيدة من دون ندواس، من دون حوادث، من دون قتل. بحبه يعني السنة 2017 ده يكمل بعافية والسلام، ونشوفه 2018 أنتاج يكون أنتاج لذيذة لشعب الجنة. أما الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية بول مانغا قدم حصيلة احتفالات أعياد رأس السنة في العاصمة نيامينا والمتعلقة بحوادث المرور، لا سيما في الأحياء الجنوبية للعاصمة نيامينا. في المدينة نيامينا هنا البوليس سجلت 53 حادث، منهم نواية جاب الموت والآخر رقما كثيرة، وإننا قاويت أن الدمة في كارتيل بوت البغرة في سيكتور أنا CSP 15. البكوس للأخاليم الآخرين
سجلنا 12 حوادث وواي منهم جاب الموت في مدينة سار وإننا كاويت أنا تأنين زول واي تأن أخو دال في الخليم البرة والبكوسة جات كل ده لقينا 65 حوادث منهم تنين جاب الموت إننا كان ديم وايت وكاويت أنا تأنين والبلانة كان نشوفه بلانة سنة فادة سنة أقر لكن تجور موت فيه وفي كلمة سوينا نشكر القوات الأمن والدفاع والدكتورات وجماعنا البوليس مينيسيبال وناس أنا القراروش في كدمتهم السواء الديل وللنجاحنا إذا القيدين فقط.